الله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان كما في الحديث الصحيح. فما هو لماذا؟ لأن الكفار يسجدون لها كما في الحديث. فنهي أن الإنسان يصلي عند غروب الشمس أو عند طلوعها، فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار، إلا الفريضة. لو أن الإنسان استيقظ الإنسان صلاة الفجر والشمس بدأت في الطلوع فإنه يصليها ولو كانت تطلع الشمس أو تغرب العصر مثلا، فاستيقظ عند الغروب بقي مثلا 10 دقائق فإنه يصلي الفريضة، فإنه يصلي الفريضة. والشمس آية من آيات الله كما قال الله عز وجل مبينا أن هذا القمر والليل والنهار آيات من آيات الله. والشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحد الجاعد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. اللهم احفظنا واحفظ أهلينا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات وولاة أمورنا وعلمائنا وبلادنا السعودية وجميع بلدان المسلمين، وصلى الله على نبينا.